كانت الحمد لله جمعية الخيرية الإسلامية نظمت دوري رمضان النسخة الأولى. هذا الدوري كان متكون من 10 فرق، كانوا يعني طيلة شهر رمضان يعني 3 أيام في السيمانة، كانت ثلاث خميس جمعة. الحمد لله الظروف ديال الدوري دازت ظروف حسنة ممتازة، ارتسامات ديال الحمد لله ديال الدوري انها كانت جامعة جل لاعبين ديال مدينة القنيطرة من قدامى، لاعبين في نادي القنيطري، لاعبين في النهضة القنيطرية، لاعبين ديال الفوتسال. الحمد لله الظروف دازت مزيانة رائعة. كان هذا النهائي كان من يعني ممتاز، داز جوج فرق، فريق التحدي وفريق كما كنسميوه حنايا فريق جندار. يعني الحمد لله الظروف دازت مزيانة، كما تنقولوا لا خوف على الفوتسال في مدينة قنيطرة. من قنيطرة ديما جامع لاعبين ممتازين، والحمد لله ديما كاينه في الميدان، ديما كاينه في الساحه. نتمنوا من الله ان هذه القاعه هذه تزيد حتى هي تطعم مدينه القنيطره بالفوتسال. تنديروا الشكر الجزيل للجمعيه الخيريه الاسلاميه بهذا الملعب هذا، تنديروا الشكر الجزيل للرئيس الجمعيه الخيريه الاسلاميه الدكتور توفيق الحلوق والاعضاء الجمعيه اللي ساهرين على هذه الوليدات اللي الحمد لله دايرين لهم ملعب ممتاز. الحمد لله نتمنوا من الله ان النسخه ان شاء الله ديال العام الجاي النسخه الثانيه حتى هي ان شاء الله تكون في ظروف حسنه. وجزيل الشكر ديما اللي تنقولوه لصاحب الجلاله الله يعطيه الصحيحه ديالو، نصره الله اللي ديما الحمد لله في الساحه ديما كاين. وازت ان كان هناك دوري للدراري الصغار في الفينال، كانت صغار ديال نادي القنيطري وصغار الجمعيه الخيريه الاسلاميه اللي انتهى لصالح الاخر الجمعيه الخيريه الاسلاميه. يعني كان مستوى رائع لا لصغار نادي القنيطري لا لصغار الجمعيه الخيريه الاسلاميه. فنتمنوا من الله ان المسؤولين وهذا يشوفوا في الدراري، وان شاء الله راه كما تنقول لا خوف على الفوتسال في مدينه القنيطره.